بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون تاع ليكزارسيس نيميرو 5 لو في سي دي. قال عطانا هذا الريزونور وقال لنا عطيني لا فونكسيون لوجيك نتاعها. حنا كيفاش نديرو؟ اولا هنا راه عندنا دو فاريابل اللي هما اكس 1 وهذه اكس 1 وهذه اكس 2. بالك ما راهيش باينه مليح ياك. هذه اكس 1 وهذا 1 اللي هو البي وهذه اكس 2 صح. حنايا اولا كي نبغي نخرج لا فونكسيون لا سورتي نتاع هذا الريزو راهي هنا، راهي هنا اللي هي عندك هنايا. نديرو واحد الحاضنه كيما هكا. هنايا اولا واش عندنا؟ عندنا اللي هي ايغريك واش تساوي ناقص 0.5 زائد اكس 1 ناقص اي. راك تشوف هنايا ناقص 0.5 في واحد اللي هي ناقص 0.5، وهنايا هذا الجدول هذا السهم هذا اللي هو واحد في اكس 1 اللي هي بليس اكس، وهنايا ناقص واحد في اي اللي هي ناقص اي، وهنايا عندك ناقص واحد في اكس 2 اللي هي ناقص اكس 2، وهذا الاخر شوف راني نتبع هذا الاسهم ياك، وهذا الاخير اللي هو واحد في في زائد في صح. هنا راح نشوفوا بلي عندنا هاد الاي وهاد الفي، خصنا نجبدو نتاع هاد لي اي وهاد هادي صح. قلنا اي كراك وهنايا اي، هنا اي اي واش تساوي؟ نشوفوا شحال راه داخل. هادي الاي شحال راه داخل فيها مسام؟ داخل فيها هاد ثلاثة هاي اللي هي اكس 1 ناقص 1.5 ناقص 1.5 في واحد اللي هي ناقص 1.5، وهنايا ناقص واحد في اكس 2 اللي هي ناقص اكس 2، ومن بعد في واش تساوي؟ هاهي في هنايا راه عندك شوف شحال راه داخل فيها مسام، واحد زوج ثلاثة اللي هو واحد اي اللي هي اي، وهنايا هاد السهم الزوج اللي هو اكس 2 بليس اكس 2، وهنايا ناقص 1.5 في واحد اللي هي ناقص 1.5 صح. من بعد دركا واش نديرو؟ هنايا شحال عندنا فاريابل؟ عندنا دو فاريابل اللي هما اكس 1 و اكس 2، اكس 1 و اكس 2 و الايكغيك. مادام عندنا اكس 1 و اكس 2 معناها غادي تكون عندنا هكا 0 0 1 1 0 1 0 1. لو كان كانوا عندنا مثلا 3 فاريابل، لو كان كانوا عندنا مثلا 3 فاريابل، هذه مثال اكس 1 و اكس 2 و اكس 3 مثلا اكس 1 و اكس 2 و اكس 3، قال مثلا واش نديرو هنا اللي هي 2 بويسونس 3 اللي هي تساوي 8، هنا 2 بويسونس 2 اللي هي 4. شوف هنا 4 لين، بما انه جاو عندي 8 لين هنايا معناها ندير هنايا 4 0 و 4 1. ها هي داك اللي ماهيش تبان ولا ها. من بعد هنايا ندير 2 0 2 1 عاود 2 0 عاود 2 1، وهنا يعاود 0 1 0 1 0 1 0. هادي في حالتي دابا كان عندنا 3 فاريابل على كل راه عندنا في المثال اللي ورا هذا. اذا فهمنا هذا نقدروا نحلوا المثال الاخر. المهم لا علينا، هنا من تكون عندنا اكس 1 اكس 2 0 نجيو نشوفوا واش تجي عندنا ايكغيك. عندك هنايا هادي الاولى اكس 1 ايغال 0 اكس 2 ايغال 0 صح. هنايا واش تكون عندك ايغريك واش تساوي؟ ناقص 0.5 زائد اكس 1 اللي هي 0 ناقص اي. اي شحال تساوي؟ هاي نحسب اي، شوفوا اي نحسبوا اف دو اي. الاي هنايا راح نشوفوا شوف اكس 1 راها 0 ناقص 1.5 ناقص 0 اللي هي شحال تساوي؟ ناقص 1.5 اللي هي اصغر من 0. هنايا واش راه يقول لي في بدايه التمرين؟ في بدايه التمرين واش راه يقول لي؟ راه يقول لي راه يقول لي اف دو في ايغال 1 سي في سوبيريور ا 0، اف دو في ايغال ا 0 سي في انفيريور ايغال ا 0. هنايا طلعت عندنا ريزلت اللي هي انفيريور ايغال 0 اللي هي ناقص 1.5، معناها الريزلت واش تساوي؟
واش نامبليكو؟ نامبليكو صفر. نجي هنايا نعوض بصفر بلس الاي ناقص اكس 2 شحال راها تساوي؟ صفر. درنا صفر زائد في. نجي نشوف الفي شحال. هاي هنا اكس 2 في واش تساوي؟ صح. الاي الاي ديجا حسبتها هنايا لقيتها صفر زائد اكس 2 اللي هي صفر ناقص 1.5. 1.5 هنايا النتيجه شحال تكون عندي؟ ناقص 1.5. 1.5 اصغر من الصفر، اذا النتيجه تساوي صفر. اذا هنا نجي نكمل نعوض تساوي صفر. نجي نحسب هذه النتيجه، نجي نحسب هذه النتيجه شحال تساوي لي هذه اللي هي ناقص 0.5 زائد صفر زائد كاع اصفار اللي تساوي ناقص 0.5 اصغر من الصفر. وبما انها اصغر من الصفر اذا النتيجه اللي هي هنايا اف دو ايكغاك ولا المهم تساوي صفر. اذا هنايا نجي ندير صفر. نتمنى نكون تفهمت هاد نزيد نتمنى تكون تفهمت هاد العمليه الاولى. نزيد المره الثانيه صح هنايا كما هاك تكفينا البلاص صح. نجي في الزاوجة الثانية واش تقول؟ تقول لك اكس ان ايكال زيرو و اكس دو ايكال ان. لازم نركزو صح. ايكغاك واش تساوي؟ ناقص 0.5 زائد اكس ان اللي هي صفر ناقص اي ناقص اي ناقص اي. نجي نشوف هنا اي واش تحس واش تساوي؟ اي واش تساوي؟ الاي عندها اكس ان اللي هو زيرو ناقص 1.5 ناقص اكس دو اللي هي واحد. اي اذا واش تساوي؟ تساوي ناقص 2.5. اذا اف دو اي كم تساوي؟ تساوي الصفر لانها اصغر من الصفر. ناقص 2.5 اصغر من الصفر. معناها هنايا نجي ندير في الإكراك نجي ندير هنا صفر ناقص إكس 2 اللي هي واحد زائد في. في نجي نشوف هنا واش تساوي في المعادلة نتاع في. في قالك تساوي اللي هي إي اللي هي لقيناها زيرو زائد إكس 2 اللي هي راه عندنا واحد في هذه الحالة ناقص 1.5. هذه واش تساوي؟ ناقص 0.5. إذا إف دو في كم تساوي؟ تساوي ايضا صفر. ونزيد هنا نكسب له صفر. واش تساوي هذه؟ عندك ناقص 0.5 ناقص واحد اللي هي ناقص 1.5. اذا اف دو ايغاك ايغال زيرو. معناه هنا ندير زيرو ايضا. نجي للثالثه هنايا رقم ثلاثه. رقم ثلاثة واش تقول لك؟ اكس ايغال ان اكس ان ايغال ان و اكس دو ايغال زيرو. اكس ان ايغال ان و اكس دو ايغال زيرو صح. نجي نشوف هنايا ايغريك واش تساوي؟ ناقص 0.5 زائد ان ناقص الاي. الاي هنا واش فيها؟ اكس زيرو عفوا الاي فيها اكس ان. هاي نجي نحسب هنا اي ومن بعد غادي نحسب في. الاي فيها اكس ان اللي هي ان ناقص 1.5 ناقص اكس دو اللي هي زيرو. واش تساوي هذه؟ اللي هي ناقص 0.5 هاي واحد ناقص 1.5 اللي هي تساوي ناقص 0.5. اذا اف دو اي تساوي صفر صح. نجي هنايا في الفي. الفي قال لك فيها اي. الاي شحال لقيناه هنايا؟ زيرو زائد اكس دو اللي هي زيرو ناقص 1.5 صح. هنا تساوي عندنا ناقص 1.5 اللي هي تعطينا اف دو اف دو في تساوي زيرو.
إذن هنايا هنايا نولي لهنا، ناقص 0.5 زائد إكس أن اللي هي واحد، ناقص U لقيتها زيرو، ناقص إكس دو اللي هي زيرو، زائد V اللي لقيتها هنايا زيرو. هذه تساوي واحد ناقص 0.5 اللي هي 0.5. إذن معليش هذه شوفوا راني باغي نكتبها، معليش غير هنايا. إذن اف دو إيكغاك تساوي، بما أنها أكبر من الصفر، 0.5 أكبر من الصفر معناها تساوي واحد. إذن هنايا عندك واحد. نزيد الرابعة والأخيرة، نزيد الرابعة والأخيرة. هنايا عندنا إكس أن إيكال أن و إكس دو إيكال أن، ندير هنايا إيكغاك إيكال. عندنا كيما العادة صح، من الأفضل نحسبو إي هي الأولى ومن بعد في ومن بعد نحسبو صح. الإي هنايا إكس أن فيها شحال؟ فيها أن ناقص 1.5 ناقص إكس دو اللي هي ناقص إكس دو اللي هي واحد أيضا، هذا مشى مع هذا، ناقص 1.5 واش تعطينا اللي هي اف دو اي ايغال زير صح. اه اكس ان اكس دو الفي، في الفي واش عندنا؟ عندنا الاي خرجتنا هنا يا زيرو، بلس اكس دو اكس دو اكس دو اللي هي قلنا ان ناقص 1.5 واش تساوي؟ ناقص 0.5 ومنه اف دو في ايكال زيرو. من بعد واش عندنا هنا؟ الايكغاك واش تساوي؟ ناقص 0.5 زائد اكس ان اللي هي واحد زائد ناقص اي اللي هي زيرو، ناقص اكس دو اللي هي ان زائد في اللي هي زيرو. هنايا هاد الواحد يمشي مع هاد الواحد، قلنا 0.5 ومنه اف دو ايكغاك تساوي زيرو. اذا لا فونكسيون نتاع هاد هاد الريزو د نورون، ندو هادي اللي خرجتنا فيها ان اللي هي إيكغاك تساوي إكس أن بار عفوا إكس أن هي اللي هي اللي ما فيهاش البار، إيكغاك تساوي إكس أن بليس إكس دو بار.